طيب احمد، عايز اعرف منك ايه اكتر حاجه بقى يعني لاقت انتشار كبير على السوشيال ميديا بالنسبه لك من اي رسمه؟ الحاجه اللي فيها الافتر بي فور وافتر، يعني اللي اكتر قبل حاجه وبعد. ان انا لما حد يشوف الكشك اللي مصدي عليه على كلام كتير، يعني مثلا عندنا في اكشاك عليها عبارات كتير سيئه، وبعد ما الرسمه رسمتها يعني عجبت ناس كتير، فناس بتحب ده. بتحب اللي هو ايه كان قبل كده، قبل وبعد، يعني في حتى السوشيال ميديا اصلا يعني. الناس بتحس يعني مثلا لو انا حطيت الكشك لوحده كده ممكن الناس ايه مش تعتبره انه حيطه عادي او عادي زي اللي لما بنشوفه. بديهم بقى انا بصور قبل وبعد عشان خاطر يعني اوضح للناس مثلا ان لا هو كان كده وبايه كده. طيب يمكن الفترة اللي فاتت برضو ظهر فنانين جرافيتي كتير بيحاولوا يرسموا على العمارات اللي هي بتبقى مش مدهونة، بتبقى بالطوب الأحمر، بيخلوا شكلها جميل برضو. هل ممكن تفكر ان انت توسع نطاق شغلك، في بدل يعني الرسم على الأكشاك فقط كمان يبقى في رسم على المناطق أو العماير اللي بيبقى شكلها غير جمالي؟ يعني احنا الفترة الجاية عاملين مبادرة أنا وأصحابي، يعني جمعت مجموعة كبيرة أكتر من 20 فرد كده، هنبتدي ننزل بقى مش المدن الجديدة أو كده، لا هننزل القرى اللي هي القرى الفقيرة دي، ونبتدي ندهن بقى الألوان، ندهن لهم بقى الشوارع بتاعتهم كده، نغير يعني نغير الفكرة بتاعت خالص اللي هو إيه بيته حاجة مصمطة كده مش قادر يفرح بيها، أو مش أولاده برضو بينشأوا ببيئة مش عينهم متعودة على ده. لما اجي انا ادخل بقى القريه دي ابتدي احول الالوان، احولها بقى كلها الالوان وكده. دي الفتره الجايه هنعملها ان شاء الله، و في الريف بالذات. بالظبط، في وسط الخضار كده كل حاجه ملونه وجميله كده تدي. فده ده الايام الجايه ان شاء الله قريب، وهيبقى برضه تعاون مع جهات معينه كده في الدوله ان شاء الله. بالتوفيق يا احمد، واحنا بنحييك طبعا على فكرتك ومجهوداتك العظيمة في مجال الرسم وتجميل الشوارع. شكرا ليك أحمد حسنين، مصمم الديكور وفنان التشكيلي. أنا بشكركم جدا بصراحة، وانت تحتوا لي فرصة أن أنا أعبر عن رأيي في الموضوع، رسم الأكشاك أو رسم عامة. نورتنا نورتنا.